يمكن دلوقتي بقينا عايشين في بابل شويه، فعايزين نعمل نفس الموضوع بس جوه البابل. فالفكره ان الموضوع يبقى عملي، يعني انا ممكن ابقى عامل فاسيلتيز كتير قوي بس ما بستعملهاش. برحب بالمهندس احمد منصور، سي او كريد. ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ كله كويس الحمد لله. تفتكر ايه اهم حاجه الناس بتدور عليها دلوقتي؟ الرفاهيه ولا العمليه ولا الاسعار؟ ايه في وجهه نظرك؟ العمليه اكتر حاجه، يعني في الاخر احنا بنتكلم على الريزيدنشال دلوقتي. لو بنتكلم على الجزء بتاع الريزيدنشال في الاخر، ده المكان اللي انا ساكن فيه. انا محتاج ان انا ارجع بعد يوم طويل مقضي في شغل، في مدرسه، في جامعه، في اي حاجه. ان انا محتاج اروح بيتي ارتاح. فالفكره ان الموضوع يبقى عملي، يعني انا ممكن ابقى عامل فاسيلتيز كتير قوي بس ما بستعملهاش كل يوم. وده اللي بيحصل، يعني احنا الواحد احيانا وهو بيشتري يقعد يفكر ده انا محتاج كذا في البيت، محتاج يبقى البيت سمارت هوم، يبقى وانا اصلا برجع البيت بدخل انام ممكن ابقى متضايق في نومي. فاهم قصدي؟ يعني مش مرتاح ولا نايم. بس عندي فاسيلتيز كتير قوي بس ما استعملهاش. انما انا ممكن اعمل له حاجات فيها رفاهيه زياده قوي وفي الاخر ما يبقاش مبسوط في حياته اللي بيعملها. مقياس المطور العقاري الناجح بالنسبه لحضرتك ايه؟ هل هو اختياره للموقع ولا التوقيت اللي بيختار فيه ولا الاسعار؟ دلوقتي انه يعدي اليومين دول، يعني ده مركز النجاح. بس لا، هو بشكل عام طبعا اكيد اختيار الموقع، اكيد اختياره للديزاين، اكيد انه بيسلف ميعاده، كل دي مهمه. بس اعتقد ان كل اكتر حاجه بتفرق قوي وبتفرق جدا في سعر بالنسبه للديفلوبر. يعني ممكن تلاقي تو بروجكتس جنب بعض تقريبا شكلهم شبه بعض، بس تلاقي ده الفيلا فيه بتتباع مثلا ب 100 وده الفيلا فيه بتتباع ب 150. اوكي. ليه؟ عشان خاطر الفاسيليتي مانجمنت. يعني الناس مش بتلاقي خدمه كويسه زي ما تقولي خدمه ما بعد البيع، سواء من الشركه او من المانجمنت بتاع البروجكت. يعني رايك في الوحدات النص فندقيه عامله ضجه دلوقتي جامده قوي، وهل هي فعلا هتبقى الصيحه الجديده في عالم العقارات بعد كده ولا لا؟ والله هي الصيحه الجديده بره مصر. جوه مصر احنا متاخرين قوي في الموضوع ده. وجهه نظري احنا، يعني انا ما اعرفش ديفلوبر في مصر عامل وحدات فندقيه كما يجب. حرفيا ما فيش حد عامل، يعني فبدأت واخد على نفسي عهد ان انا هعمل حاجه زي كده. يعني الناس تقدم سيرفيس كويسه في نفس الوقت اليونتس نفسها تبقى مهيئه ان هي تبقى سيرفيس. اوكي، خلينا نتكلم عن رحلتك شويه. قول لي ايه اهم محطه بالنسبه لك حققت فيها نجاح في الرحله بتاعتك؟ والله انا مش شايف ان انا حققت نجاح لسه اصلا، بس حاسس ان لسه الوقت طويل. يعني اللي جاي لسه، يعني ما يمكن ما اعرفش، يمكن دي حاجه كويسه ان الواحد ما بيحسش ان هو عمل حاجه طفره. يعني بالنسبه لي طبعا احنا في ازمات كتير قابلتنا، كل ازمه كنا بنطلع منها الحمد لله احسن من الاول. ده يمكن ممكن اكون حاسه انجاز شويه. تغيير الاسم وقت اللي غيرنا فيه الاسم ده بالنسبه لي ما كانش انجاز على قد ما هو كان قرار صعب، والحمد لله اتعمل بطريقه كويسه. والفيدباك اللي جالنا من الموضوع ده كان اكبر بكتير قوي من اللي احنا كنا متخيلينه. يعني اللي قعدنا عملناه 5 سنين كنت حاسس انه هيروح في يوم، بس دلوقتي تقريبا بقى لنا سنه اعتقد ان احنا عوضناه اكتر. يعني بالنسبه لك ايه اللي بيكمل المشروع وبيخليه ناجح؟ هل هي التكنولوجيا ولا خدمه ما بعد البيع ولا الاماكن التجاريه والترفيهيه المرفقه بالمشروع ده؟ يعني اي مشروع، وشفنا كتير مشاريع سكني مثلا قعدت بالسنين ما بتتباعش، ولو اتباعت سعرها بيبقى قليل، واول ما بيفتح جنبها مشروع تجاري او خدمات اسعارها بتتضرب في 2 وفي 3 في وقت بسيط. يعني لان في الاخر انا برضو ده من ضمن الحاجات اللي انا عايز، انا عايز يعني كلنا في الاخر ساكنين زمان في مدن ما كانش لسه في مدن جديده، او يمكن انا عجوز شويه بس فكان بالنسبه لنا حلاوه الموضوع ان انا بنزل بلاقي كل الخدمات تحت البيت. بنزل كده. يمكن دلوقتي بقينا عايشين في بابل شويه، فعايزين نعمل نفس الموضوع بس جوه البابل. ده حقيقي. فلو قدرنا نلاقيه، يعني بحيث ان انا قاعد في بيت عندي اقوم واخد بعضي ونازل، عايز اجيب حاجه من السوبر ماركت، عايز اشتري حاجه، عايز اقعد في كافيه اشرب حاجه، ولو كمان بقى في امان لدرجه ان انا اولادي ممكن يعملوا الكلام ده لوحدهم لو تينيجرز ولا حاجه، تبقى اكيد لازم كتير. يعني